دعا السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى إنشاء شبكة برلمانية عربية للعلوم والتكنولوجيا مناظرة لمجموعة العمل رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بما يساهم في بناء الآليات والجسور وتطويع التطور التكنولوجي بهدف خدمة الإنسانية. جاء ذلك خلال الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي ووفد برلماني رفيع المستوى إلى المنظمة الأوروبية للابحاث النوويه ورافق الوفد الدكتور موريسيو بونا كبير مستشاري المنظمه للعلاقه مع البرلمانات والسفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي